الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي حاولت تقف في طريقك، تعطلك؟ لا، في ناس كتير، في ناس كتير، بس أنا مش عايز أذكر أسامي، ربنا يسامحها. قولي مين من غير أسامي؟ إزاي أقولك مين من غير أسامي؟ قولي، اشرح لي، قولي مدرب، قولي صديق. في مدرب، في مدرب. كان في مدرب مش مقتنع بيك في أكيد بدايتك؟ زي طبعاً ده بيحصل، زي مدرب غزل المحلة؟ احكي لنا، انا اللي قلت اهو، قول بقى، احكي لنا. لا، هو يعني مش عايز اذكر اسمه، بس خلاص بقى انت عرفتي. هو كان طبعا كنت خالد ابو الفتوح، كان اخر سنه قبل ما امشي من غزل المحله. كان هو محبطني خالص لدرجه ان انا خلاص انا قلت مش هلعب كوره تاني. وكان دايما مثلا في منتخبات، في حاجات، في ماتشات، في كده، ما كانش مقتنع بيا. بس انا كان عندي اصرار وعزيمه ان انا ان شاء الله اوصل لحلمي. انا يعني ما جيت طلعت لغزل المحله ده، اتصعدت فوق الفريق الاول. يمكن انا اخر واحد اخر لعيب من جيلي اتصعدت في الفريق الاول، والحمد لله ربنا كرمنا. سالت نفسك ليه كان بيعمل كده؟ لا، في اسباب، اكيد في اسباب يعني، بس انا مش عارف ايه هي. يعني لحد وقتنا هذا مش عارف ايه هي الاسباب. ما توقعتش سبب مع نفسك وحسيت ان ده سبب منطقي ممكن يبقى هو ده؟ لا، ما انا ما توقعتش كده، لان انا ما كنتش مؤثر في حاجه، يعني سواء تمرين او ماتشات ما كنتش مؤثر في حاجه خالص. طب بعد اللي قالوا عنك وانت النهارده في المكان ده، ايه اللي ممكن تقوله له؟ لا طبعا، انا اتكلمت معاه، يعني اتكلمت معاه ممكن من فتره طويله كده، اتكلمت معاه في النقطه دي، وحتى هو رد عليا قال لي انا كنت بعمل كذا 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 علشان ابقى جنبك. فهو ما كانش بيتعامل معايا بصراحه، يعني هو ما كانش بيقول لي الكلام اللي كان بيحصل. هو ان انا مثلا كنت ابقى في ماتش فانا اجيب جون فيطلعني، بعد ما اجيب الجون نزلني تغيير فيطلعني تاني. كان بيعمل حاجات انا لحد وقتنا مش فاهمها اصلا. يمكن كان عارف انك بتحب تلعب تحت ضغط فكان بيحفزك. لا، ما كانش وقت تحت ضغط. ما كانش وقت تحفيز. لا